وإلى مستجدات أزمة كورونا، حيث تتولى الإعلانات عن اللقاحات المضادة للفيروس المستجد، إذ أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية أنها ستزود الدول الفقيرة باللقاح والذي تنتجه مع جامعة أكسفورد البريطانية بسعر التكلفة ودون أرباح. كما أعلنت روسيا أمس أن لقاح سبوتنيك في الذي يطوره مركز جاماليا للأبحاث في موسكو فعال بنسبة 95% بمكافحة الفيروس بحسب النتائج التمهيدية. وقبل أيام أعلنت شركة موديرنا الأمريكية من جهة وشركة فايزر الأمريكية وبيونيتيك الألمانية من جهة أخرى عن تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا قدرتا نسبة فعاليتهما ب 95%. وتسعى هذه الشركات مجتمعة للحصول على ترخيص طارئ من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية والعالمية للبدء في تسويق لقاحاتها. ولمعرفة المزيد حول هذه الإعلانات وهذه اللقاحات التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر من بعض الشركات بشأن إيجاد لقاح يواجه خطر فيروس كورونا، أرحب الآن بانضمام ضيفنا عبر سكايب من فرايبورغ الألمانية المتخصص البيولوجي إبراهيم القرقوري. أستاذ إبراهيم، بداية أهلا فيك معنا، لماذا ازداد هذا السباق على إنتاج اللقاح في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا. في الحقيقة المعروف أنه أغلب الشركات أو شركات الأدوية الآن يعني تتسارع فيما بينها لإيجاد حل لفيروس كورونا، وتتسارع كل هذه الشركات لإنتاج لقاح يكون فعال 100% ولتوزيعه على أكثر من بلد، ولكي تنتهي أو ينتهي كابوس كورونا أواخر 2020. لكن نحن باعتقادك نحن أمام لقاح حقيقي يواجه فيروس كورونا، أم نحن أمام سباق تجاري أكثر منه طبي؟ في الحقيقة هذا سؤال جيد. أغلب اللقاحات المتاحة الآن، مثال لقاح الشركة الألمانية الأمريكية بايونتيك فايزر ولقاح موديرنا وغيرها، مثال لقاح الثالث المعروف كيورفاك، كل هذه الشركات تعتمد على تكنولوجيا mRNA based أو تكنولوجيا الحمض النووي الربوي، وهي تكنولوجيا معاصرة وتكنولوجيا جديدة جدا ذات فعالية تصل إلى 90 أو إلى حدود 95% مع عدم وجود أضرار جانبية مثل بقية اللقاحات. هذه اللقاحات يعني عادة ما تحفز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة قدر يعني أو حقن الجسم الإنسان بجزء أو بشفرات معينة من الحمض النووي الريبوزومي لفيروس سارس كوف 2، وبذلك يقوم الجهاز المناعي لدى الإنسان بإنشاء الأجساد المضادة ومحاربة هذا الفيروس. فهذه التكنولوجيا أعتقد الآن هي الأضمن والأكثر يعني ستكون أكثر انتشاراً في العالم مع تكلفة منخفضة جداً مقارنة ببقية اللقاحات الموجودة الآن. ربما مما طلعته قبل عدة أيام بشأن ما أعلنته شركة فايزر عن لقاحها أو لقاحها الذي توصلت نسبة نجاحه إلى نحو 94% حسب إعلانها، بأنه من المفترض وأن يكون بدرجة حرارة سالب يعني تقريبا 50 فهرنهايت، وبالتالي يقول البعض بأن هنالك مشكلة في كيفية حفظ هذا اللقاح لاحقا وكيفية إيصاله إلى المناطق النائية التي هي أصلا بحاجة إلى عملية تطوير كبيرة. السؤال هنا، هل هنالك فعلا معوقات قد تواجه أي لقاح يتم الإعلان عنه؟ في الحقيقة أستاذ يحيى، هذا السؤال كذلك يعني مهم جدا.
أغلب شركات الأدوية التي تعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي هي تحتاج إلى تخزين هذه اللقاحات في درجة حرارة عالية جدا، سالب 70 أو 80 درجة حرارة، ولكن أغلب هذه الشركات الآن ستقوم بتجاوز هذا المشكل وإنتاج اللقاح في شكل باودر أو غبار يتم فيما ذلك تجاوز كل التخزينات في درجة حرارة سالبة إلا 70 أو إلا 80. مثال ذلك بايونتك فايزر مثل ما ذكرت الآن تقوم العمل على يعني تخطي هذا المشكل لإيصال اللقاح في أحسن ظروف ولتلقي من كافة المواطنين الموجودين في كافة العالم. يعني أعتقد هذا الإشكال اللوجستي سيتم تجاوزه في الأسابيع المقبلة أو في الأشهر المقبلة، وخاصة أنه لقاح مودرنا يعني ممكن يمتاز قليلا في المسألة اللوجستية على لقاح بايونتك فايزر، كونه يمكن أن يظل في درجة حرارة غرفة عادية لأكثر من 24 ساعة. طيب، سؤال أخير سيد القرقوري، ما هو القادم فيما يتعلق بهذه اللقاحات في مواجهة فيروس كورونا؟ كيف باعتقادك سيتعامل العالم في المرحلة المقبلة أو الأشهر القليلة المقبلة في حال تم فعلا الإعلان عن لقاح جديد وفعال بنسبة مضمونة؟ أنا أعتقد أغلب الدول والحكومات الآن تعمل على أن يتم الموافقة النهائية من طرف المؤسسات التي تقيم يعني ما مدى فعالية هذه اللقاحات ومدى نجاعتها، والآن نلاحظ مثال ألمانيا وأمريكا وبقية الدول الأوروبية ودول العالم تقوم بإنشاء مراكز للتلقيح ولإيصال هذا التلقيح إلى أكبر عدد ممكن من مواطنيها، بدءا بالفئة الضعيفة والفئة التي تعاني من أمراض مزمنة وفئة الأطباء وصولا إلى بقية المواطنين. فأنا أعتقد أنه في آخر شهر 2020 ستقوم أغلب الدول بشراء هذا اللقاح وتوزيعه على كل نعم. مواطنيها. وحتى ذلك الوقت سنعيش ما بين الإغلاق الكامل والإغلاق الجزئي في بعض الدول. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من فرايبورغ الألمانية المتخصص البيولوجي إبراهيم القرقوري.